نيابة النزهة مصادرة النقود المضبوطة مع متسول النزهة وقدرها 1420 جنيه، وكلفت المباحث بإعداد تحريتها حول نشاط المتهم، وتحفظت على سيارته الملكي لمراجعة المرور بشأن التراخيص الخاصة بها. وموافاة النيابة بتلك النتائج، كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على شخص ادعى أنه معاق يجلس على كرسي متحرك بميدان الحجاز، وذلك بعد تداول عدة صور له وهو يترجل من سيارته الملاكي ثم يجلس على الكرسي. وتمكنت قوة من المباحث بقسم شرطة النزهة من القبض على المتهم أسفل كوبري ميدان الحجاز الجديد لاستجداء المرة وبحوزته 1420 جنيه، واعترف أن المبلغ من متحصلات نشاطه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم. ونسبت النيابة للمتهم تهمة التسول واعترف بممارسة هذا النشاط منذ سنوات، وأنه اختار منطقة النزهة لاستعطاف المرة خاصة وأنه صاحب إعاقة، وأن المبلغ المضبوط حصيلة عمله اليومي، وأنه فوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه. وأضاف المتهم: أهل الخير اشتروا لي العربية علشان أعرف أتحرك بيها وهي مجهزة للمعاقين. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورق تحياتي وتحية أسر الثقافة ومعلومة.